عارف إنك لو زرت منخفض القطارة في الصحراء الغربية ممكن تشوف حيوان بري بيجري قدامك بسرعة تفوق 140 كيلو متر في الساعة. الحيوان ده ممكن يكون الفهد الصياد أو الشيتا وهو بيطارد فريسته. المناطق البرية المصرية بتتميز بتنوع كبير في البيئات الطبيعية من جبال وصحاري وسواحل بحرية، وده نتج عنه تنوع في النباتات والحيوانات البرية حسب البيئة المتفردة لكل منطقة. أكتر من 111 نوع من الثدييات، منها القطط البرية زي النمر وأم الريشات، ومنها الثعالب زي الثعلب الأحمر والثعلب الأفغاني. وفي الصحراء الشرقية والغربية هنلاقي تنوع فريد من الغزلان والوعليات والظباء زي الغزال المصري والغزال الجبلي والوعل النوبي والكبش الجبلي وأبو عدس. أما في البحار المصرية بنلاقي تنوع بيولوجي للثدييات البحرية في البحر الأحمر والبحر المتوسط زي دولفين المحيط الهندي الأحدب وعروس البحر. أما الطيور فهي متنوعة ما بين طيور مقيمة ومهاجرة وزائرة، لأن مصر فيها عدة مسارات هجرة رئيسية للطيور العالمية اللي بتيجي من دول أوروبا وأسيا وأفريقيا، اللي منها العقاب الملكي وعقاب السعفاء الكبرى والحدقة الحمراء والعوسق الصغير والشاهين وصقر الجراد وبومة بيتلر. وفي سماء السواحل المصرية ممكن تشوف كروان الماء رفيع المنقار والطيطوي أحمر الساق والبكاشين الكبير وابو اليسر أسود الجناح. ومن طيور الأراضي الرطبة البجع البلقاني والبلشون الرمادي وابو منجل الأسود وطائر الزق. وفي وادي النيل بتعيش على ضفافه بجانب المياه والحقول بعض الطيور زي الأوز الفرعوني والبطة الحديدية والشرشير المخطط والحباري والزقزاق الأخضر وهزجة الماء والنعار السوري، وكمان الزواحف اللي صحراء مصر لا تخلو منها زي قاضي الجبال الرملي. وكمان البحار المصرية لا تخلو من الزواحف اللي منها السلاحف البحرية زي الترسة والسلحفاة البحرية الخضراء والسلحفاة البحرية الصقرية. وبتهتم الدولة بحماية الحياة البرية والبيئة والحفاظ عليها، وده خلى مصر تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في نوفمبر 2022.